السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومشاهداتنا، ومساكم الله بالخير بيوم جديد من هالأيام المباركة في هالشهر الفضيل. نطل عليكم ساعة ببرنامجكم عصرية نتناول فيها كل شيء يخص شهر رمضان المبارك. لكم مشاهدينا كل الود والاحترام، أتقدم لكم بأحلى التحايا وأجل الترحيب من برنامجنا عصرية، ونتمنى من العلي القدير أن ينعم عليكم بأسعد الأحوال وأفضل الأعمال وجميل الأقوال، ويا هلا ومرحبا فيكم. عندنا اليوم مواضيع رمضانية متنوعة، بنتكلم عن الجمعات اللي بعد الفطور في المقاهي والمجمعات التجارية، واللي ممكن تكون ضارة مو بمفيدة لأنه يتم فيها تناول الكثير من الحلويات والسوائل اللي فيها مواد دسمة وتضر بصحتنا طبعا. مضار هاي المأكولات والبدائل الصحية بنتكلم فيها في فقرة التغذية. عندنا في فقرة وقاية أهم الطرق الصحية والصحيحة لترتيب المأكولات وحفظها تفادياً للإصابة بأي نوع من أنواع التسمم الغذائي، وراح الآن مشاهدينا نبدأ بنشاطات قطر الرمضانية لهذا اليوم. مشاهدينا، شراكة رمضانية بين قطر الخيرية والجمعية القطرية للسرطان أثمر عنها تفاعل شبابي ومحاضرات دينية توعوية تثقيفية وصحية عن مرض السرطان وعلاجه. من نشاطات الجمعية القطرية لمكافحة السرطان خلال شهر رمضان هاي التقرير، خلينا نشوفه. اسمها الإعجاز العلمي، طبعا هي بالشراكة مع قطر الخيرية وأيضا مع جمعية قطر السرطان، وراح تتخلل هذه الخيمة هي الناشيد الدينية وجوائز ومسابقات للأطفال وحتى للكبار، وأيضا راح يكون فيها محاضرات تثقيفية ومحاضرات دينية. عرف الكون السلام من إمام المرسلين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. عرف الكون السلام من إمام المرسلين. الهدف من هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك هي إحياء شهر رمضان كرب بالأعمال الخيرية، وأيضا التواصل الاجتماعي مع فئات المجتمع، وأيضا إيصال الرسالة الجمعية إلى كثير من فئات المجتمع للتبرع لصالح مرضى السرطان، وأيضا الاستفادة من المحاضرات التثقيفية اللي راح تصير إن شاء الله في الخيمة. خلال شهر رمضان المبارك تكثر جمعات الأهل والأصدقاء، تكون فرصة للاستفادة من تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي اللي يقل خلال باقي أيام السنة. غير أن بعض التجمعات التي قد تكون ضارة وغير مفيدة للصحة هي الجلوس لساعات طويلة في المقاهي والمجمعات التجارية بعد الإفطار، والإكثار من تناول الحلويات والسوائل الدسمة. منال المسلم خبيرة تثقيف صحي تحدثنا اليوم عن مضار هاي المأكولات، عن البدائل الصحية لها.
هلا مرحبا فيك. يا هلا حياك الله. اليوم نبي نتكلم نبي نعرف شنو هي مضار الجلوس لساعات طويله في المقاهي والمجمعات التجاريه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهم شيء هذه المضار اول شيء ان الشخص يتعرض الى مغريات عروض الاكل الموجوده في هذه المقاهي والمشروبات اللي هي كلها قد تكون غير صحيه اساسا. يعني غالبية المعروض في هذه المقاهي إما هو الشيشة أو المشروبات اللي تحتوي على كافيين بكميات عالية أو سعرات حرارية عالية أيضا، بالإضافة إلى الكيكات والكرواسون والدونات، هذه كلها أطعمة ذات سعرات حرارية عالية تحتوي على دهون المتحولة أو الدهون المهدرجة. راح نتكلم عن مخاطر هذه الدهون المهدرجة، بالإضافة غير تعرض للمغريات. يعني إني أشوف الشيء أول شيء إني في مضيعة للوقت وإهدار للمال، وفي نفس الوقت إن جسمي يتعود على الخمول والجلسة، وأفقد روحانية الشهر الفضيل اللي هو عارف عنه بشهر العبادة والروحانية، أفقدها بالجلوس في هذه المقاهي. وأيضا ديننا الحنيف ورسولنا الكريم حذرنا في عدة مواقع، ففي حديث معروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات، وتعتبر هذه المقاهي هي جلوس في طرقات المولات أو على غالبيتها تكون في الطرقات أو الشوارع. طيب يعني دام تكلمتي قلتي بنتكلم عن المخاطر، فمخاطرها إلى أي درجة يعني ممكن أن فعلا تضرب صحتنا هذه سواء كانت سوائل أو مأكولات؟ أول لو تناولنا السوائل، بالنسبة للسوائل يعني غالبية المعروض هو إما مثلا الكابتشينو والكافي لاتيه أو الكوفي بجميع أنواعها. بالنسبة للكابتشينو والكافي لاتيه تحتوي تكون محضرة من الحليب كامل الدسم وإضافة الكريمة أو الكراميل تزيد من السعرات الحرارية اللي فيها، بالإضافة إلى أن كمية السكر يعني أنا قاعد تجيني الطاقة من الدهون اللي في الحليب أو الكراميل المضاف أو الكريمة المضافة، بالإضافة إلى السكر اللي قاعد أنا أزيده على أساس يحسني من مذاق هذا المشروب أشربه. إضافة إلى السوائل عندي بالنسبة للشيشة أو بعض المقاهي تقدم الشيشة والكل يعني يعرف مخاطر التدخين وأثر السلبي على الصحة. أيضا نيجي للأطعمة، غالبية المعروض من الأطعمة هي من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وعظيمة الفائدة، يعني ما تحتوي على الفيتامينات والبروتينات والمجموعات الغذائية المهمة. يعني قطعة كرواسون واحدة تعطيني حوالي 350 سعرة حرارية. طيب يعني تقريبا قطعة الكرواسون منال إذا أنا يعني اكتفيت فيها كنت على وعي يعني بمقدار السعرات الحرارية اللي فيها واكتفيت فيها خلاص تكفيني طول اليوم، فهل يعني أعتبر أنها عديمة الفائدة؟ المشكلة إن الكرواسون أو الدوناتس أو الكيكات هذه المحضرة مش في البيت في المنزل، تدخل في تحضيرها الدهون المهدرجة زي المارجرين والزبدة النباتية، وهذه المارغرين والزبدة النباتية تحتوي على دهون مهدرجة. إيش مضار الدهون المهدرجة؟ إنها تزود من نوع من أنواع الدهون نسميه LDL أو الدهون السيئة اللي هي مسببة للجلطات الدماغية والجلطات القلبية، وتقلل من الدهون النافعة في الجسم. يعني أنا عندي الكوليسترول نوعين، نوع جيد ونوع سيء. النوع الجيد أحصل عليه من زيت الزيتون، من زيت الذرة، من الزيوت الموجودة في المكسرات اللي هي HDL أو من الأسماك أو زيوت الأسماك. النوع السيء اللي هو LDL أحصل عليه غالباً من الشحوم الحيوانات أو من الدهون المصنعة أو الدهون المهدرجة اللي هي موجودة في تحضير، تدخل في تحضير الكثير من الحلويات سواء البسكوتات الموجودة، الكيكات الموجودة، جميع أنواع الحلويات المقدمة في الكوفي شوبز بلا استثناء هي تدخل في تصنيعها الدهون المهدرجة. وخصوصاً إذا أكلت هذا الشيء تناولته بعد وجبة إفطار دسمة وجلست ما تحركت، فإيش يصير عندي؟ في يصير عندي تخزين للطاقة بكميات هائلة في الجسم، مما تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والإصابة بأمراض القلب والشرايين على المدى الطويل. زين أستاذة، في بعض الأحيان نجبر نطلع ويا أصحابنا ولا نروح المقاهي، شنو الأشياء اللي تنصحينا ناخذها غير الدونات والأشياء والحلويات اللي تضرنا؟ طبعا اذا اضطريت اني اجلس انا في مقهى من هذا المقاهي، اول شيء ان ما تكون جلستي اكثر من ساعه او ساعتين يعني اقصى حد. ثاني شيء اذا ابي اشرب في عندي بدائل، مثلا الشاهي الاحمر العادي، الشاهي الاخضر، لكن انتبه على كميه السكر اللي اضعها.
إضافة إلى أن ممكن إذا في سلطات، إذا أنا كنت جعانة حسيت بجوع وأنا جالسة، إذا فيها سلطات بدون استخدام الدريسينجز اللي يحتوي على مايونيز عالي، إذا ممكن أستخدم ولابد أني أبي أشرب كافي لاتيه أو أشرب كابتشينو، أستخدم دائما الحجم الصغير، وأقول للشخص المحضر أو لما أطلب منه أنه يستخدم حليب خالي الدسم أو قليل الدسم إذا مش موجود الخالي الدسم، وأشيل الكريمة وأشيل الكراميل، يعني ما أضيف عليه لا كريمة ولا كراميل. وإذا كان الشخص هذا يعاني من السكري أنه ما يستخدم السكر العادي، السكر الأبيض أو السكر البني، لأن في اعتقاد عند الناس اللي هم مرضى السكر أن السكر البني أقل سعرات من السكر الأبيض، وهما نفس السعرات، لكن هذا لم يكرر بطريقة أكثر مثل السكر الأبيض، يعني السعرات الحرارية في السكر البني والأبيض متساوية، فالمفروض أنه يستبدل السكر الأبيض أو البني بالسكر اللي هو المحلى الصناعي يحتوي على الاسبارتام زي الكاندريل أو سكر ذرة النشا. طيب أطفالنا لما يعني يدخلون معنا مثلاً المقاهي ويستحلون شكل مثلاً الدونات ولا المافنز وهذه الفطائر اللي موجودة بمختلف أشكالها مثل الكب كيكس مثلاً، إلى أي مدى يعني هذه ممكن تكون يعني مضرة لهم؟ طبعاً هذه إذا الطفل كان ماكل، ويعني الطفل يكون أخف شوي لأنه هو عنده حركة، قاعد يركض قاعد يمشي يتحرك أكثر من الكبير، عنده فرصة أنه يتحرك أكثر من الكبير، لكن أحاول برضو نفس الشيء أشوف الخيارات، أستخدم الحجم الأقل، ولو في كان سندويتش افضل من انه مثلا لو كان عندي سندويتش جبن افضل من اخذ له دوناتس، يعني اذا عندي حجم كبير وحجم صغير اخذ حجم اصغر، اذا هو الطفل اللي يبي مثلا مشروب غازي بدل المشروب الغازي استبدله بعصير فريش بهالشكل، يعني مثلا الكب كيكس لما نشوفه معروف او خاطره مثلا بقهوه او يقلد الطفل، تعرفين يبي مثلا الام او الاب، فاخذ له مشروب الكاكاو يكون مغذي لي وبدون إضافات لكريمة لي. يقلد بس من صوب ثاني ممكن بعد أنه أهوى يعاند على أساس أنه يبغي مثلاً الكب كيكس الملونة. تدرين إيه والملونة يعني مشكلة. تكون فيها مواد ملونة. أحاول أشرح لابني يعني قدر الإمكان، إذا لم يستجيب المرة الأولى المرة الثانية ممكن أخذ له بورشن صغير وأقول له مثلاً إذا لونت أسنانه شوف هاي الألوان صناعية، يعني هذه ممكن تأثر عليه تضرك، إنه في المدرسة أكيد بكرة تدرس عن مخاطر هذه تسبب لك أمراض معينة. ممكن الطفل شوي شوي، هي ثقافة، يعني لما يشوف الأم والأب ما يأكلون منهم أو اللي حوالي إخوانه الأكبر منهم ما يأكلون هو برضه مش راح يأكل منهم. صحيح. زين أستاذ خلينا نقول أهمية إن إحنا ما نكثر منها، لأن خصوصا إنه ما يسوونها طازجة بعض الأحيان تكون محفوظة في البراد. صحيح. هو هذا على إنه طازج ومش طازج، لا يعني إحنا غالبية الكوفي شوبات هنا والبلدية الحمد لله قايمة على بشغلها عادل يعني، لكن المشكلة أن أهمية ما نكثر منها عشان ما نزيد المشكلة عندنا في رمضان أن الوقت محدود، وقت الأكل محدود، فأنا أفطر أخلص فطور تقريبا الساعة 7-7:30، بعدين أصلي التراويح، بعدين أذهب للمجمع مثلا وأجلس في الكوفي شوب، يعني بين الإفطار والجلوس في الكوفي شوب تقريبا في حوالي 3-4 ساعات فقط. وأي وجبة دسمة أو وجبة الإفطار تكون توها قاعدة يمتصها الجسم، فالامتصاص بعد عملية الهضم الامتصاص هذه الوجبة يحتاج الجهاز الهضمي أو غدة البنكرياس في الجهاز الهضمي لإفراز كمية إضافية من الإنسولين، لأن اتفقنا على أن هرمون الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن توزيع الطاقة. فلما الإنسولين قاعد يوزع طاقة الإفطار توها انتهى، وجيتي انت اعطيتي كمان زياده طاقه اضافيه الحين، فبتم شغال على طول، مع ان الليل هي فتره الراحه لجميع اجهزه الجسم. صحيح. هذا يؤدي الى عبء زياده اضافي على غده البنكرياس لافراز هرمون الانسولين، مما يتسبب في ظهور مرض السكري بعد رمضان. هل هذا يعني ينطبق نفس الشيء لو جينا احنا يعني جلسنا لفتره طويله في الليل بعد الساعه 12 او يعني وقت السحور، ومن السحور على طول على النوم واكلنا يعني هذا النوع من المأكولات؟ طبعا نفس الشيء يدخل، حتى لو انا في بيتي مش مجمع اكلت اي نوع من انواع الحلويات اللي هي تعطيني سعرات حراريه، يعني اقل انا امس وانا قاعده ادور يعني اقل حتى البورشن الصغير من الدوناتس يعطيني تقريبا 250 سعره حراريه. البورشن الحجم. عفوا الحجم الصغير يعني حوالي 200 سعره حراريه. احنا اتفقنا على ان النساء غالبيه النساء المعدل لهم في الوجبات في سعرات حرارية تقريبا 1500 سعرة حرارية ل 1800 إذا كانت حامل أو كانت ست عاملة،
بالنسبة للرجال من 1800 ل 2000 سعرة حرارية. الأطفال يختلف حسب أعمارهم وأعمار عمر الطفل، كل مرحلة عمرية لها سعرات حرارية محددة. فلو أنا أكلت قطعة دونت واحدة ب 250 سعرة حرارية، فأنا أكلت ربع وجبة، فالمفترض أني أنا أشيل ربع وجبة من الوجبات. المشكلة أني أكلت ربع وجبة أخذت طاقة مفرغة بدون فيتامينات وبدون معادن. جسمي محتاج لفيتامينات ومعادن موجودة في الوجبة الغذائية الكاملة، ويحتاج لها. لو ما زودت فيها يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض، يؤدي إلى ظهور مثلا أمراض الأنيميا، فقر الدم، الشحوب في الجسم، فهذا يؤدي إلى الشعور بالخمول، الكسل، التعب، وأيضا عدم الرغبة في العمل. ثاني يوم تحسي أن أنت قايمة الدوام مش مركزة، تعبانة، لأن أنت أعطيتي جسمك كمية طاقة هائلة فأجهدتي جميع أجهزة الجسم وما صرفتي، ما قدرت تصرفينها. يعني مش معقول بعد ال 12 بتروحين تلعبين رياضة، بتكونين تعبانة خلاص، بتروحين السرير بترقدين. فالطاقة هذه وين تتجمع؟ تتجمع على هيئة دهون، خصوصا في منطقة الوسط، في منطقة البطن، وهذه الدهون هي أخطر أنواع الشحوم اللي هي سبب الجلطات القلبية والإصابة بالسكري والإصابة بسرطانات القولون وسرطانات المعدة، اللي هي الشحوم تتجمع في منطقة الوسط. أستاذة، خلينا نقول إن أنا كثرت من الحلويات زين، وجيت عند السحور وما قدرت أكل، إيش تنصحيني تكون وجبة خفيفة ومفيدة لي؟ طبعا هي أهم شيء وجبة السحور وجبة خفيفة اللي هي الروب أو مع ثلاث حبات تمر يكفي. بس أنصح إذا فعلا الشخص راح مجمع وأكل وكثر، إنه قبل ما يرقد إنه لازم يمشي نص ساعة أو 20 دقيقة حتى لو كان تعبان. لما أنا وأخذها من نوع يعني حتى أجي على نفسي إني لازم أمشي وعاقب لنفسي، لأنه لو ما مشيت أخذها من ناحية أني أنا قاعدة ألوم نفسي أو حاسب نفسي أني أكلت شيء ضار بجسمي، لأن هذا الجسم يعتبر أمانة بين إيدي. فأنا دخلت له شيء ضار، فعشان أحرق الشيء الضار أو أنظف جسمي من مخاطرة لازم أمشي نصف ساعة رياضة وأشرب كمية ماي يعني كثير على أساس أطلع الطاقة اللي استهلكتها هذه. زين، خلينا نقول نكتفي بهالشيء، أما ثاني يوم لازم أكل شيء معين ولا أعد عشان أعدل من نسبة السكريات في جسمي والطاقة؟ لا، هي الرياضة هي الشيء الوحيد اللي يعدل من نسبة السكر وراحة الجسم، وشرب الماء بكميات كافية. يعني ما أكل شيء معين لا، يعني لا يوجد. الناس اللي عندهم سكر إحنا دائما نقول لهم امشوا اشربوا ماء كثير. في بعض الأعشاب مثل الحلبة، الدارسين، المغلي بدون إضافة السكر، هذه من الأشياء اللي تنزل السكر وتنشط غدة البنكرياس، يعني يتعوض عن عملية الإجهاد اللي قام فيه البنكرياس. بس إحنا ما ننصح بهذا الشيء، لأن غدة البنكرياس تتعب ومرة عن مرة تهرم قبل أوانها، يعني بلغتنا العامية. أيوة. فأنا قاعدة أعمل مجهود على غدة البنكرياس إضافي، مما يتسبب بعد فترة طويلة أني إصابتي بالسكري، وهذه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكر، أني قاعدة أكل طاقة أكثر من حاجتي، أكثر من الطاقة المصروفة عندي. نعم. طيب بالنسبة لعيالنا المراهقين، يعني أهمية وعي الأهل لعيالهم اللي يعني ممكن يرجعون في وقت متأخر وأكيد ماكلين وهذه على طول على النوم. أي صحيح. أي. المشكلة إحنا عندنا يعني لأن الجو حار ما في مكان للعيال المراهقين لها المجمعات. لكن لو أنا مثلا في أيام الإجازة، المفروض أن الأم والأب يكونوا حريصين على إشراك أطفالهم بالنوادي المتوفرة في جميع تقريبا المناطق الدوحة. في نوادي لإشراك الطفل، نوادي مثلا التعلم على الخط العربي، نوادي حفظ القرآن الكريم. لا. نوادي مثلا التعلم المهن البسيطة مثل في النادي العلمي. فحاول قدر الإمكان أملأ وقت فراغ هذا الطفل بشيء مفيد، على أساس أنه ما يلجأ للذهاب للمجمعات هذه. وأنبه الطفل أن هذه المواد فيه ضارة وهذه المواد فيها سعرات حرارية عالية تزيد من وزنك. أغرس في البنت أو الطفل حب المظهر، أني أطالع مظهري جميل ولا أطالع مظهري مو بجميل، الناس قاعدة تطالعني. فخصوصا بناتنا الحين بدأوا الوعي هذا أو الفكرة أنه حب ظهور مظهري بشكل أنيق وجميل. نعم. من ناحية الوزن غالبية البنات بدأوا ينتبهوا لها. صحيح. لكن ألجأ للطريقة الصحيحة، مش الطرق الجراحية الإجرائية اللي قاعد يصيرها الحين عند المراهقين. لأنه والله أنا عندي عرس، أنا بنزل وزني، ما أقدر، ما عندي إرادة، فلازم أعمل يعني عملية. الصحة بالدرجة الأولى. أهم شيء أني أحافظ وأغرس هذا الشيء من البداية فيهم. طيب منال، هذه منك لمشاهدينا، وإن شاء الله يعني تكون هذه النصائح وصلت لمراهقينا وفي نفس الوقت لمشاهدينا من الكبار. مشاهدينا، بعد الفاصل طريقة حفظ الطعام للوقاية من التسمم الغذائي، تابعونا.
التسمم الغذائي قد يحصل في كل منزل وفي كل أسرة لأسباب عديدة ومتنوعة، لكن الوقاية والتنبه لطريقة شراء وتنظيف وترتيب الأكل داخل وخارج البراد واجب علينا وهام على كل أم أو ربة منزل، وأنها تأخذ على محمل الجد من أجل حماية صحتها وصحة أفراد أسرتها وضيوفها. الدكتورة بدرية اللنقاوي مساعد المدير التنفيذي للتمريض في مؤسسة حمد الطبية معنا اليوم من أجل تزويدنا بأهم الطرق الصحية والصحيحة لترتيب الأكل وحفظه تفاديا للإصابة بأي نوع من أنواع التسمم الغذائي. هلا دكتورة، وسؤالنا في مجال التسمم الغذائي، شن هي الأمور اللي يعني يجب على المرأة التنبه لها علشان تقيها من التسمم الغذائي وتحافظ على صحتها وصحة هالبيتها؟ أول شيء حصة لازم نعرف شنو التسمم الغذائي وشلون يصير عندنا التسمم الغذائي. إن الواحد يكون ماكل أكل يعني فيه بكتيريا، مثلا أن الأكل بايت أو أن الأكل يعني كان مكشوف فترة، أو أن يعني حتى طريقة تحضيره مو بعدل، أو أن عامل من يعني اللي في المطعم مريض ويعني ينقل المرض، يكون هو الحامل اللي ينقل المرض أو البكتيريا للأكل اللي هو قاعد التسمم. بالضبط هذا المعنى، هاي معنى التسمم الغذائي. فالشخص يعني تلقينا يقول أنا مصدع، أو أنه يعني يبغي يتقيا، أو عنده مقص وكذا. بس المسببات إحنا ممكن نتفاداها وممكن نزودها. فشلون نتفادى التسمم الغذائي؟ إن إحنا لما نجي نحضر أكلنا نكون عارفين شلون نحضر، يعني اللحم، الدجاج، السمك، الشيء اللي عندنا، الأكل شلون يتم تحضيره. مثلا إذا جينا نطبخ اللحم ما نطلع يعني الذبيحة كلها ونقطها بال يعني بالجدر ونطبخها أوكي، أو إن إحنا نقطع يعني قطع متوسطة كذي حتى يعني تنضج عدل، لأن إذا حتى إذا إحنا جبنا القطعة كبيرة وحطيناها ممكن يعني نشوفها مب يعني ما تستوي كلها، نعم، لأنها القطعة كبيرة. هاي شيء. الشيء الثاني، بما أنك بديتي مقطع كلامك دكتورة بالأكل اللي موجود عندنا هنا على الطاولة، بدينا باللحوم. باللحوم. فهذه اللحوم قبل لا نطبخها ليت أنا أشتريها على أساس أنه يعني ممكن تكون هناك في مواصفات معينة لها. بالضبط. أنت لجيتي تاخذين اللحمة أول شيء تشوفينها، يعني معظم المحلات يعني عندهم اللحم مقطع وموجود على الثلج، أو النهوة يقول لك يعني شنه القطعة، أو في برات كذي قدامه، أو يقول لك شنه القطعة اللي أنت تبغينها وممكن يجيبها لك من داخل. أوكي، فهني ما عندنا مشكلة ان احنا نسال العامل ذبح متى، مثلا اليوم ولا امس ولا ذي، او نشوف التاريخ اللي على الباكج على العبوه ولا اوكي. هاي شيء. الشيء الثاني، انت لما تاخذين اللحم هو بيحط لك بيقلف لك في صحن ستيريوفوم، هاي الفلين، الفلين الابيض. بالضبط. ويغطي لك من فوق ويحط لك في شو اسمه في تشيز. نعم. انت هني تكونين واعيه ان اللحم اللي نحط بالتشيز ما يقطر، هذه اول شيء. اي، وحتى لو قطر ما تحطينه مع الاكل، يعني النوع او الانواع الثانيه اللي انت شريتها ممكن تتاثر يعني من ال من التقطر هذه، التقطر هذه ممكن يسبب البكتيريا. صحيح. وبعدين مثلا انا شريت لي طماطه، والطماطه ممكن تاكلينها على طول، ف
فاجي حتى لو اغسلها نعم. بس بما ان عليها هالتقطر ودي شويه يعني عارفه من البكتيريا. طيب لما اجي البيت اللحم في البراد ولا في ال شوفي انت متى تبغين تطبخين اللحم؟ نعم. اذا انت ماخذه كميه كبيره ممكن تحطينهم في الفريزر وتقسمين لك يعني على وجبات صحيح. صغيرة بالفريزر صحيح. إذا أنت ناوية مثلا أخذتيهم العصر على أبو أنك أنت تحضرين العشاء فتحطينهم في البراد في الثلاجة تحت نعم. بس وين تحت؟ تحت على آخر رف صحيح. حتى يعني ما يكون في مجال بالضبط نعم. ما يكون في مجال أنك أنت تكونين حطيتها فوق ويروح يقطر على الأكل اللي تحت. فأتفادى أنا بهذه الطريقة. البيض عندنا نوعين من البيض دكتورة. شو نقول أوكي. عنهم؟ البيض عندنا نوعين. عندنا البيض العادي. نعم. البلدي اللي إحنا نسميه يعني. ونستخدمه يعني أغلب إيه. شيء. والبيض العضوي. هذه يعني يسمونه أورجانيك. الفرق بينهم إن إحنا شن أكل الدياية. الدياية لما تبيض لنا يعني. لما يعني احنا ما ندري الديايه ايش تاكل اي مو احنا اذا الديايه عندك بالبيت وانت تربين الديايه لازم تعرفين انت ايش تبغين تاكلين الديايه مثلا تاكلينها حبوب اشياء طيبه عشان تجيب لك اورجانيك ولا يعني هي تمشى وتلقط يمين ويسار. طيب قلنا الحين البيض من الجمعيه وجيت انا اخذت البيض اللي عندك بهني اوكي انت اول شيء تشوفين التاريخ اللي على البيضه حلو احيانا ما تلقين التاريخ على كل بيضه تلقين على البوكس او على الكرتون اللي صحيح. انت شريته ايه؟ فتلقين التاريخ انت بمجرد ما تشوفين التاريخ تقولين مثلا اليوم تاريخ 29 نعم انا علي ان انا اخلص كرتون البيض هذه في خلال 27 يوم تيجي وحدة تقول لك ايش معنى 27 يوم مو 30 يوم طيب اوكي خليها انت شهر بس حطي ببالك انه يمكن المحل فطم ما جاب البيض للمحل نعم اوكي خذ له مثلا يومين ثلاث وبعد لازم تعرفين من وين جايب البيض فبالتالي انا اقصر من الشهر بالضبط نعم هذه اذا انت ماخذته يعني شاريه البيض من أقرب محل عندك أو أنت تعملين وياه مكان حفظه في البراد وين لازم يكون؟ كل براد فيه بوكس صغير صح حق مخصص. البيض إيه أو أنه فيه رفوف كذي أنت تحطين البيض ما عندك أخذيهم حطيهم في سلة فيها فتحات نعم. أو سلة مخرمة كذي وتحطين البيض كله فوق مع الأجبان وهذيلا بس الأجبان في علبة والبيض في علبة عندنا الأجبان هناك حلو. مكشوفة شو نقول عن الأجبان؟ فالحين الجبنة هذه أنا مقطعتها باكلها هل باكلها كلها؟ وهل يعني بتفيض عندي؟ نعم وإذا زاد الجبن شلون بخزنه؟ وين أخزنه؟ وشلون احتفظ فيه؟ طيب على طاري التخزين إحنا عندنا هنا هذه مجموعة من العلب البلاستيكية وفي القزازية فشن هي يعني افضل وحده لتخزين الاجبان اوكي اذا الجبنه من الاساس جاتك في كرتون مثلا فيتا نعم تيجي القطعه كذي كامله في كرتونه صح صح يعني هنا انت طلعتي الجبنه كلها خذتي النص هل النص الثاني بتردينه انا افضل انه يحتفظ في بايركس صغير بلاستيكي يعني ولا يكون زجاجي زجاجي يعني أفضل. أحسن زجاجي أفضل جدا ومحكم ما في مجال للهواء وبعدين عشان يعني تحتفظين بالجبنة لفترة أطول نعم. زيدي روب مو روب لبن نعم. أو حليب أزيد عليه لبن أو حليب إيه. واللبن بالضبط واللبن أحسن بالنسبة حق الجبنة إذا جينا حق اللبنة تيج في قواطي نعم فيفضل انك انت تاخذين يعني اللي تبغينه بالملعقه كميتك والباقي انت مسكره على العلبه ومحتفظه يعني ممكن في علبته يكون اموره طيبه يفضل طيب ايه؟ بالنسبه للخضروات دكتوره الخضروات ايه عندنا البصل وعندنا الطماط البصل اذا قصصتي ويعني جبتي لك بصله عوده وخذتي النص والنص الثاني
يفضل انك انت تستخدمينه. ايوه. اذا ما استخدمتي قطعي شوحي شويه في زيت واحتفظي فيه في بايركس صغير محكم. ممكن البايركس الزجاجي او الزجاجي او البلاستيكي؟ يفضل الزجاجي، يفضل دائما الزجاجي. يفضل البايركس او الوعاء البلاستيكي حق الاشياء الثانيه مثل الحبوب مثل البهارات مثل الرز. يعني العيش تقدرين تحطينه في اي مكان، في اي مكان. في ايوه. المعكرونه نفس الشيء، بس طيب المكرونه ممكن احتفظ في الاكياس نفسها، اكياسها اي اكياس نفسها، بس انت لازم تكون مسكره. اي فانت تتاكدين عندك نوعين من القطع، يا كلينج فيلم او الفويل الالمنيوم. طيب اذا تغطين عدل، او يعني يفضل انه يكونون في علب هذه، واحنا نشجع يعني الامور هذه لان كل ست تحب انه يعني وهي انظف وبعدين ارتب وحتى ارتب وفي الترتيب ومطبخها يكون حلو. نعم صحيح. طيب اما بالنسبه ونرجع حق البصل اللي قصصناه وشوحناه، ايه؟ اكثر من يومين ما ينحط بالثلاجه، يعني اكثر مده يومين، واذا ما قدرت تستغل الكميه هذه خلاص تقطعها خلاص. ونفس الشيء بالنسبه للطماط، يعني في يعني من اللي يقص الطماط انزين، والباقي اذا ما راح يستخدمه يخلي مثل ما هو بالقطعه المقصوصه وفي البراد او في الثلاجه، هذا ايش نقول عنه؟ في كلينج فيلم، في نايلون. تقصدين النايلون؟ ايوه. نعم. او في اكياس نايلون. اكياس النايلون هذه الخفيفه، واحنا نستخدمها كلنا، يعني نستخدمها ممكن تقعد الاكياس هذه، بس تفتحينها تطلعين القرط ما تردينها تغيرين الكيس. في اكياس ثانيه يحصل لهم مثل السحاب، صحيح، هذيل افضل نوع لان ممكن تستخدمينهم. يعني مثلا انا استخدمتهم حق طماط وخلصت الكميه عندي، ممكن اغسل الكيس وارد استخدم حق نفس نوعيه الخضره او حاجه، بس ما اجي اخذ كيس اللحم. نعم. وافضي اللحم منه واغسله واحط فيه خضار، لان اكون انا يعني سويت خوش بيئه حق البكتيريا. صحيح. ممكن ان هني تربى وتتكاثر. بالضبط. طيب بالنسبه ليت مثلا، يعني اسوي لي مثلا القهوه، اي نوع من انواع الملاعق اللي ممكن انا استخدمها؟ هل ممكن مثلا اي اخلط قهوتي ولا احوسها بالملعقه البلاستيكيه اللي عندي؟ لا، لان اي نوع بلاستيكي او الملامين هذول اللي احنا نستخدمهم في البيوت والحين طالعين فيها باشكال حلوه واشياء، صحيح. يعني دي ما تستخدمينهم لا بالمايكروويف ولا اشياء حاره تدخل. يعني أنا شفت صديقة لي مستخدمتهم في الحلويات اللي تسويها، إنزين المحلبية حارة تنزل، أوكي، فالملة هذه. نعم. أو يعني الطلاء أو ذي القطع اللي على ذي ممكن يتفاعل مع الأكل مع الحرارة. أي فيعني البلاستيك هذه كله يمنع. نعم. واحنا يعني مع شغلنا واحنا مشغولين او حتى في مكاتبنا نستخدم البلاستيك، فيفضل ان احنا نبتعد شويه عن البلاستيك، لان في دراسات بعد يعني صارت ان يعني انواع البلاستيك هذه تسبب بعيد الشر عن كل السامعين، يعني المرض سرطانات. الخبيث او سرطانات. نعم. او ذي، فاحنا يعني نوخر عنهم. ولو لاحظتي حتى كبايات الشاي، الكرك، الأشياء اللي ناخذهم. نعم. من المطاعم غيروهم، صحيح، حطوهم المشمعين هذيلا اللي بس حق الأشياء الحارة. نعم. على طاري ذكرتي المايكرويف، عملية التسخين وتسخين الأكل شلون ممكن تتم بطريقة صحيحة؟ أوكي، أنا لازم أعرف ان كل اكله. نعم. شلون اسخنها؟ مثلا عندي اكله اوريدي يعني انا طبختها وكانت بالثلاجه، اطلعها احطها في بايركس. نعم. او في يعني معون حق الميكروويف.
يكون مخصص للمايكرويف. يكون نعم. مخصص حق مايكرويف. مش بالبلاستيك أبداً، أستبعد البلاستيك. أي البلاستيك، الميتلز هذول المعدنية. الألمنيوم. الألمنيوم هذيلا يعني خطر على. أستبعدهم عن المايكرويف. المايكرويف والأكل. والأكل نفسه. إيه فتطلعين أكلك تدخلين المايكرويف تسخنينه وبعدين المايكرويف هالأيام كل شيء مكتوب. فإذا أنا بسخن أكون عارفة إيش قد أسخن بحيث أن التسخين يعني يصير على الأكل كله. نعم. مو جهة وجهة لأن هذه بعد ممكن يسبب لي تسمم غذائي. صحيح. إذا أنا بسيح لي لحمة طلعتها من الفريزر. نعم. ما أجي أحطها بالشمس أقول يلا بتسيح ولا أحط هذه. يا أن أنا أطلعها بفترة يعني نعم. بالليل أحط اللحم في معون وبالثلاجة تحت. نعم. حتى اللحم يسيح على كيفه لثاني يوم. بالضبط. أو أن أنا أدخل الميكروويف وأسوي له ديفروستن. أن أسيح اللحم مرة واحدة. نعم. وبنفس الحرارة. طيب دكتورة عندنا هني إحنا حاطين مجموعة من المرطبانات ممكن نقول على أساس أن عندنا عملية تخزين الحبوب. فهل يعني كل حب عملية تخزينها تختلف عن النوع الثاني وشن هي النوع المناسب لكل حب الحبوب؟ اللي بيدك يا حصة. هذه يعني أحسن نوع. أي أحسن نوع لأن زجاجي. زجاجي لأن أولاً زجاجي، ثانياً محكم ما في أي هواء ممكن يدخله، وبعدين ما في حشرات ولا شيء، عرفتي؟ لأن إحنا شو نسوي، نحطهم في بلاستيكات صح ونقطيهم صح. فتروحين تطلعين لك عيش تقولين ويه دبيبو وديدان ومدري شلون. صح. إيه؟ فأنتي عشان مثل ما قلنا السيدة ترتاح في مطبخها ومطبخها يكون حلو وكل شيء مرتب، تحط القزاز وتحط لها بكمية، يعني ما تروح تجيب السوبر ماركت كله وتوزعه. أتوقع أيضا يعني من المهم أن مثلا أي سيدة تحط استيكر عليه على أساس ليش تاريخ الـ أيوة تحط، إذا هي بتقط الكيس تحتفظ بالتاريخ وتقول والله يعني تاريخ الانتهاء هذا هو موجود. لو ما احتفظت فيه يعني مثلاً العيش يقول لك ليه مدة سنة. نعم. أنت تقدرين تحتفظين بالعيش لأنه ما يصيد أي شيء. نفس الشيء البقوليات. نعم. بس مو بكل البقوليات. صحيح. في أنواع معينة مثلاً العدس الأورنج الصغير هذه. نعم. يعني ما يقعد عندك أكثر من 6 شهور. صحيح. إيه. فيعني نكون حريصين حتى في التابويرز هذيل يعني نحكم الذي ونطلع الهواء. وشيء ثاني أحصة لما أنا أجي أفرق شيء مثلاً خذت لي أكل بمعلبات. نعم. وخذت نص العلبة، العلبة الثانية لأنها من معدن أو نعم. ستيل ما أروح يعني أحتفظ فيها خلاص. أيوة. لا أفرق. فأروح أفرق العلبة نعم. في نفس الشيء أو في قزاز نعم. وأحكم على القطة تمام وأكون متأكدة أن بستخدم العلبة أو صحيح. البقايا في خلال يومين. إذن دكتورة يعطيك العافية، ومن هالمعلومات منك إن شاء الله وصلت لمشاهدينا وسيداتنا في البيوت، ومنها يعلمون بعد شغلاتهم، وبعد حلو أن هم يستزيدون بهذه النوع من المعلومات، وإن شاء الله نتقيبك في فقرة وقاية جديدة إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية مشاهدينا. من نصائح الوقاية الصحية إلى نصائح استخدام المواد المفيدة لصحتنا والموجودة في أسواقنا القطرية وفي استخداماتنا اليومية، نيلة في السوق مع نصيحة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم راح أكلمكم عن الكزبرة واللي معروفة عندنا بالجلجلان المطحون، وبعد بكلمكم عن الحلبة. خلوني أبتدي وياكم بالجلجلان المطحون. ناس ما تعرفون أن هاي الجلجلان من النباتات الخضرة، لكن بعد جففوه وضافوه لنا في أكلاتنا.
هاي الجلجلون مشاهدينا من شرق آسيا، نحطه في المكبوس، نحطه في الصالونة، نحطه في المشغول. هاي كل اللي عندي كان عن الجلجلون. خلونا ننتقل معاكم الحين عن الحلبة. الحلبة مشاهدينا ناس ما تعرفون إنها هي نبات شائع وقليل الاستخدام، يصل ارتفاعه من 20 إلى 40 سنتيمتر. والمعروف مشاهدينا أن الحلبة يستخدمونها كنكهة مضافة لأكلنا عشان تعطينا طعم ومذاق رائع. مشاهدينا أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم شهر رمضان الكريم، وفمان الله. والآن مشاهدينا بعد الفاصل عندنا خفايف نزين فيها افطار موائدنا الافطار الرمضانية، تابعونا. بعد تناول وجبة الفطار يدور الحلويات والمشروبات سواء كانت باردة أو ساخنة، واليوم خصصت لنا سعاد أنواع جديدة من الحلويات والمشروبات وطرق تقديمها. هلا فيك سعاد. هلا حبيبتي. شو بتحضرين لنا اليوم؟ اليوم إن شاء الله اخترت لكم شراب ساخن سهل وسريع والكل يحبه، اللي هو الكابتشينو. راح نقدمه إن شاء الله بطريقة حلوة ومبتكرة. شراب الكابتشينو يحتاج لطبق إضافي جانبي. راح نقدم معه طبقين سويت اخترناهم، اللي هو حلى الريد فيلفت وحلى الكاستر. نبتدي بشنو؟ راح نبتدي بالحلى الريد فيلفت. حلى الريد فيلفت هو خليط الكيك الأبيض. راح أضيف له صبغة حمراء أساس تعطينا اللون الكيك الأحمر، بالإضافة إلى ملعقتين كاكاو. يعني هاي اللي ميزة الكيك الأحمر. هاي اللي ميزة. راح نخلطه بالخلاط وندخل الفرن، وراح يعطينا الشكل النهائي بهالطريقة. حلو. طبعاً طلعينا الساخن، الكيكة تكون جاهزة ساخنة، سواء سويتيها بكب كيك أو سويتيها بقالب كبير. تطلعينها تفتفتينها بالشوكة، راح تعطيك إياها بهالطريقة. اوكي. الحين راح نقدمها. عندي هني اخترت لكم هالصحون اليوم عشان نقدم فيها. زينتها بالورد الاحمر بهالطريقه، كاسات حطينا فيها الورد بنزلها بهالطريقه. طريقه حلوه. هني راح اقدم، راح احط الكيك بهالطريقه، نحط طبقه واحده. الطبقة الأولى هي طبعاً طبقة الكيك. نعبي الكاسات بهالطريقة. يعني شوفي اليوم عندنا فقرة التغذية مع منال المسلم، تكلمنا عن المشروبات الساخنة. أيوة. وطبعاً والحلويات. أيوة. طبعاً ما نكثر من السكريات. إنزين عشان ما تصدنا الأضرار اللي قالت عنها وذكرتها. إنزين هني عندي كريمة أنا جهزتها، هي عبارة عن جبنة كريمية بالإضافة إلى سكر حطيناها في الخلاط. راح تعطينا شكل الكريمة. راح نضيفها هني بهالطريقة. يعني إذا حبيت الكيك أكثر من الكريمة أقدر أزيد صح؟ ممكن، أنت تقدرين أن أنت تتحكمين باللي أنت تبينه. يعني ما يغير في الطعم؟ ما راح يغير في الطعم. نحط الكريمة بهالطريقة. ونجيب الحين طبقة. نحط طبقة ثانية. طبقة ثانية من الكيك. طبعا هي الكيكه حمراء عشان الصبغه اللي حطيناها، الصبغه طبعا موجوده في كل الجمعيات.
صبغة خاصة في الأكل تعطي شاي اللون حق الكيكة. عادة لما تين أنت تخبزين الكيكة في الفرن قللي الزيت على أساس تعطيك الكيكة تكون تفرفت معك بسرعة يعني. هالطريقة حطينا الكيك. الحين بني نحط طبقة الكريمة. لازم الكريمة تكون عندك لونها أبيض عشان شي احنا ما ضفنا لها أي شيء. بهالطريقة نزلين الكريمة. شذي عبينا الوي. لازم نعبيه كامل. نعب. راح نسوي هنا الكريمة. بنجيب شوي من الريد فيلفت الكيك بنأثر على الوي أساس يعطينا شكل. وهني بعد. وهني راح نحط آخر شيء. ممكن انت اذا ما حابه تحطين فتات الكيك ممكن تحطين لتش الفراوله تحطين اشياء ثانيه يعني انت ما حابه اذا تحطين عندنا يعني اقدر اضيف عليها مكسرات ولا الفواكه بتكون احسن الفراوله حطيتي الفراوله او الكرز او التوت. بنجيب ورق الورد على اساس نعطي لمسه حق الصحن بهالطريقه وكذي راح يكون جاهز طبق وايد حلو تقديمه يعني فكرتك ما شاء الله يعني لاني انا جهزت كميه في البيت وشي صح راح يكون عندنا جاهز ممكن ان انت تقدمينه يعطيك شكل على الطاوله ورد وفي نفس الوقت تسويت مشاهدينا طبعا هاي طبق الحلو قدمنا نصايح فقره تغذيه عدم تناول ولا الاكثار في طبق الحلو بس هاي طبعا انا انصح مشاهدينا ان طبق واحد يكفي اصلا اي طبق واحد يكفي الحين راح نقدم حلى الكستر جهزت لكم هني قزازات بعد صفرة لأن الكستر أصفر حطيت فيه ورد أصفر طبعا سهلة ومجرد تحطين شوي ماء وتحطين الوردة وتحطين الكاسات اللي راح نحط فيها السويت نفس الشيء عندنا كاب كيك اللي هو الفانيليا عادي تحطينه في الفرن ويطلع لك بهالطريقة نعم بتنزلينه في الكاسات بهالطريقة عندي خليط الكستر جهزته بس ادري هاي حرام الواحد ياكلهم يخليهم منظر على الطاوله بس اكيد عندي خلطه الكاستر راح اقول لك المقادير اللي حطيتها فيها حطينا سكر وحطينا قشطه وحطينا كريمه تخفق وحطينا حليب مركز او محلى وهيل وزعفران وزبده بالاضافه الى الكستر طبعا الكستر لازم نحط له مي نذوبه بالماء بعدين نحطه على الخلطه عشان ما يطلع عندنا حبوب وهالاشياء اكيد اوكي طبعا ناخذ جميع هالمقادير وعلى النار نحركها لين تجمد وتطلع عندنا بهالطريقه حلو بجيب اللي راح احطه على الكيك بناخذ بشوي شوي اساس ما نلعوز الصحن عندنا راح ننزل الخليط على الكيكه بهالطريقه نحاول نحط في كل الاطباق اللي عندنا كل ما شربتيها كل ما الكيكه شربت الصوص وعطتك طعم حلو يعني اذا انا ما حبيت وايد صوص اقدر اخليها يعني خفيفه مو ثقيله اللي ريحك هاي شيء يعني راجع لك انت اختيارك انت انت اللي حابته يعني فالطريقه نكون حطيناه راح نزين الوي شوي بالهيل ممكن نضيف اشياء ثانيه غير الهيل؟ ممكن تحطين مكسرات، ممكن تحطين فستق، اللي يريحك. شي بيكون جاهز بهالطريقه. اليوم اطباق كلها ورد وفرد. الحين وصلنا حق مشروبنا الساخن اللي هو الكابتشينو. راح اجيب الطبق الكوب اللي راح نحط فيه الكابتشينو. وهني عندي انا خلطه الكابتشينو جهزتها. اللي هي عباره عن سكر. ونسكافيه حطيناهم في الخلاط وخلطناهم مع شوية ماي فأعطانا إياه بهالطريقة كريمي بهالطريقة راح نحاول ننزله في الكوب مقدار ملعقتين يعني
حاطين خلطة الكابتشينو اللي هنا اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن نسكافيه وسكر وشوية ماي. الحين راح اجيب الحليب الساخن، يا هو يكون حليب بودرة انت تسوينه او انه يكون حليب فرش وانت مسخنته. طبعا ما راح نضيف له سكر لانه اوريدي احنا ضفنا السكر مع خلطة الكابتشينو. راح احط الحليب بهالطريقة. بنحاول نحركه شوي لما يعطينا الرغوة كلها تتجمع فوق. في ناس يحبون انهم يرشون عليه النسكافيه، في ناس يحبون يحطون بودرة الكاكاو. انا اليوم ان شاء الله راح احط لكم عليه المارشميلو. ما يأثر طعمه؟ لا. اذا انت عندك الحبات كبيرة ممكن انت تقطعينها. يعني بس للشكل جمالي. للشكل. بنحاول نغطي الوي بالمارشميلو بهالطريقة. ونجيب قطعتين بسكوت نحطهم في الصحن. بالإضافة طبعاً حق هذا إذا حبيتي تحركينه قبل ما تشربينه. وشي المشروب الساخن مالنا بيكون جاهز. يعطيك العافية، هاي كانت أطباقنا. حل الكستر والشراب الكابتشينو. اسمحي لي. وسويت الريد فيلفت. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما قصرتي. بس اليوم الصراحة يعني فكرة الورد يعني وفكرة التحضير كاملة وتقديم والتزيين خيالية. لأنه هو كل ما أنت حطيتي ألوان كسرتي يعني كسرتي المكان اللي أنت مرتبة فيه، يعني يدخل عليك بهجة، يدخل عليك شكل، يفتح نفسك في الأكل. كل ما زدتي لون كل ما أعطيتي فكرة حلوة عن طبقك اللي أنت راح تقدمينه. هاي اللي يميزك في النهاية. يعطيك العافية سعاد، وما قصرتي إن شاء الله بكرة خفايف ثانية طرق تقديم أحلى من شي. إن شاء الله حبيبتي. مشاهدينا من خفايف وأطباق سعاد اللذيذة إلى تطبيق رمضان أطيب اللي يحتوي على وصفات متنوعة من المأكولات، نشوف التطبيق مع بعض. رمضان أطيب. رمضان أطيب تطبيق هو الدليل الرمضاني الشامل، يزودك بموهبة ينقلها لك أحد أبرز الطهاة العرب خلال الشهر الفضيل. يعرض التطبيق مجموعة من أشهى وأشهر الأطباق العربية والعالمية المفضلة لدى العائلات خلال شهر رمضان، موزعة ضمن خمسة أصناف أطباق رمضانية مختلفة، هي المقبلات، الأطباق الرئيسية، الشربات، السلطات والحلويات. كل وصفة مرفقة بصورة ومقسمة إلى مقادير وطريقة التحضير، بالإضافة إلى إرشادات ونصائح خاصة بها وعرض للكمية ومدة التحضير والطبخ. تصفح الوصفات داخل التطبيق سهل جداً، وجميعها متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية التواصل والمشاركة عبر الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر. رمضان كريم. واكتملت ساعتنا وياكم مشاهدينا اللي استعرضنا فيها فعاليات رمضان في خيمة أسباير، ونقول لكم ونقول لكل المشاركين فيها ما قصرتوا. وتكلمنا عن التسمم الغذائي في فقرة خذها نصيحة، واستعرضنا الجوانب الصحية اللي من الضروري التنبه لها في حال الخروج للمجمعات أو المقاهي والجلوس فيها لفترات طويلة، وغيرها وغيرها من المواضيع الأخرى. وسعدنا التواصل معكم عبر فقراتنا ومواضيعنا برنامج عصرية، ويسعدنا أيضا استقبال أسئلتكم أو اقتراحاتكم على صفحة قناة الريان الفضائية على الفيسبوك أو على هاشتاغ عصرية على تويتر. نشوفكم غدا في أمان الله.